صناعة الرياضة في بعض الدول بتساوي أرقام لدخول أخرى، يعني الهاي إند والتوب أوف ذا رينج للاقتصاد والدخول القومية أمريكا. الرياضة قبل الرياضة هو مشهور هوليوود والسينما وقد يكون صناعة السيارات يعني فترة، لكن حجم الأعمال المرتبطة بالسبورت اندستري، سبورت انفستمنت أو الانفستمنت ان ذا سبورت أيا كان المصطلح، بيساوي 7 مرات صناعة السيارات ومرتين السينما في دولة زي أمريكا. في إنجلترا 4 مرات حجم الدخول اللي بتيجي من الرياضة. علشان كده احنا كمان في الوزارة في محك دراسة ان ننقل هذا الموضوع، بس بعد حجم اعمال ان هو يكون سيكتور يستحق ان هو ريسبكتد كقطاعات دخل قوي. دايما القطاع الخاص مع القطاع العام اللي هو معني بالشأن الرياضي، هدول شراكة مهمة كتير لحتى يقدروا القطاع الرياضي يحصل على سبونسرز ويقدر يشوف كيف يشرك معه القطاع الخاص لتطوير الرياضة. شراكة كتير مهمة وتقارب كتير مجدي بشكل أنه اثنين يستفيدوا من بعض. الندوات طبعا نجاحات متتاليه للجمعيه على جميع المستويات، لكن النهارده بيمثل اهميه ذات طابع خاص للاهتمام الدوله بمجال الشباب والرياضه والبنيه التحتيه والمنشات والمنافسات سواء الدوليه او المحليه اللي مصر بقى لها فتره واخده فيها يعني ارقام غير مسبوقه، وعندنا بنيه تحتيه وملاعب وصالات مغطاه اهلت مصر لاستضافة بطولات عالمية زي مثلا كرة اليد، الهاندبول، بطولة أفريقيا قبل كده لكرة القدم. رغم كل التحديات، رغم كورونا، رغم أزمات اقتصادية، رغم أزمات دولية، لكن مصر عندها الإرادة والرجالة اللي تقدر تقاوم كل دوت، والسادة المسؤولين مش بيبخلوا بأي مجهود. اللقاء اللي بيتنظم النهاردة ده من ضمن خطة اللقاءات الدورية الشهرية اللي بتعملها الجمعية مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية. الهدف منه ان احنا بنتعرف على الجهود اللي بتقوم بها الوزارة في مجال تأهيل الشباب وازاي ياخدوا بطولات وازاي ياخدوا يكونوا فعالين في المجتمع، وفي نفس الوقت نتعرف منهم على المجالات والفرص المختلفة في مجال الاستثمار الرياضة اللي ممكن يساهم فيها ويدعم فيها رجال الأعمال. الندوات الرياضية يعني اللي طبعا بيشرفنا فيها معالي وزير الشباب والرياضة دي بتبقى طبعا يعني لتوعية المجموعة بتاعت جمعية رجال الأعمال بالنشاط الرياضي ومدى مساهمة رجال الأعمال في الأنشطة الرياضية مع النوادي، مع أي حاجة بتتعلق بالأبطال بتوعنا، بالناس اللي بنأهلهم لأنهم يبقوا رياضيين أو بيعملوا لمصر بالذات كمان ميداليات، بيعملوا بطولات. فاحنا طبعا مساهمة رجال الأعمال مهمة في بعض الحاجات يعني زي كده.